كما البنات فيديو جديد روتين جديد فلوج جديد. نتمنى البنات كاملكم يعجبكم. اليوم حاولت بما امكن انني نصور لكم واحد الروتين ديال نهار جمعه بوحديتي صراحه، حيت عارفه تابعني كسكسو، تابعني التغميقه ديال كسكسو، ما كنفطرش شي فطور قاصح، يعني كنحاول نشرب كابوتشينو هكا ولا كندير معاه حليوه هكا خفيفه، لانني عارفه انني غنغلق في كسكسو وما باغاش نزيد في الوزن ديالي. داكشي علاش كنحاول ناخذ غير شي حاجه خفيفه. البنات اللي مولفين بالروتينات ديالي غاديو مغريبه انني انا نفطر من كاس ديال القهوه، لانني دائما تفطر فطور قاصح، يعني فطور بعقله. فوالا البنات بقوا معايا حتى النهايه ديال لا فيديو ديال الفلوغ ديال اليوم، لان كاينين بزاف ديال الاحداث غادي تفرجوا فيهم اليوم وغيعجبوكم. بقاو معايا حتى لواحد شويه ونعاود نرجع لكم. السلام عليكم البنات، دابا جيت باش ندير معكم واحد الكوماج او الروتين ديالي قبل. كل البنات كيعرفوني انا من جمعه لجمعه البنات كنمشي للحمام. الروتين ديالي اللي كنديرو في اللي كنديرو زعما الحمام او قبل ما كنمشي للحمام هو كوماج. كنحاول نوجد لابو ديالي قبل، كنحاول اولا حيتاش اليوم ما غاديش صراحه نمشي للحمام، ولكن عندي الحمام عندي في الدار باش نكون واضحه، حيتاش الدراري ما كاينش اللي غيشدهم ليا، عندي ولدي الكبير وبنتي الكبيره وولدي الصغير، فغندخلهم معايا غير ندوشو هكا في الدوش وصافي خلاص. اول كوماج اللي غادي نديرو على باز ديال الحامض والزيت العود وسكر سنيده. دونك غادي نحتاجو فيه البنات الحامض، نتمنى يكون كيبان لكم هكا، عصير ديال الحامض. غادي نديرو هنايا. ثاني حاجه غادي نحتاج ليها اللي هو السكر، غادي نديرو حتى هو هنايا تقريبا واحد معلقه كبيره ديال السكر مع معلقه كبيره ديال السكر وسنيده، معلقه معلقه مع معلقه ديال الزيت البلديه. طبيعه الحال غادي نحركوهم ومن بعد غادي نديروهم بحال شي كوماج المده ديال بقاو كنقوميو بهم بحال هكذا، كتاخذوهم بحال هكذا كيجي فيهم هذا لو كوماج. الحامض كيبيض البنات، الزيت البلديه كتيدغاتي والسكر كيغومي،
فالبنات غير جربوه غادي يعجبكم. الا بغيتو تقدروا تزيدوا فيه شويه ديال الجليسيرين صراحه راه زوين بزاف. جربوه على ضمانتي. هذه بالنسبه للوصفه الاولى البنات اللي غادي ندير معكم. دابا غادي تشوفوا الوصفه الثانيه. بالنسبه للبنات الماسك الثاني اللي غندير ولا هو ماشي ماسك هو كيتسمى بالتبريمه البنات ديال الصحراء يكونوا فاهميني شنو كنقول. هذه صراحه معتمده عندي وكنديرها دائما باش كنبغي نبدل بها حيتاش ديجا الفيديو اللي قبل خليته لكم ديال الروتين ديال الحمام فيه وصفات اللي انا ديجا دايراهم وصفات اللي كنستعملهم ديال الصابون البلدي ديالي اللي كنخلط مع الحامض وكندير مع النيله الزرقاء. غنخلي لكم لو ليان ديال ديك لا فيديو لتحت باش اللي مازال ما شافتهاش تمشي تشوفها. درت فيه مجموعه ديال الماسكات حتى واحد النوع ديال الصابونيه كتسمى الصابونيه في كيكون خليط ديال بزاف ديال انواع ديال الصابون حتى هي ديجا كنديرها معكم. اليوم حيتاش ما غاديش نمشي الحمام دونك ما غاديش نحتاج لداكشي اللي هكاك ثقيل غادي ندير غير تبريمه هكا في وسط الدوش اللي غادي نحتاج ليها البنات دانون مسوس تقريبا واحد هنايا جوج معلقات كبار وهنايا عندي فرماجه البنات ها هي وغادي نحتاج اش كيقولوا ليه الطين الابيض. النوع اللي كنستعمل انا هو هذا هو النوع اللي كنستعمل ديال غاسين فيتال البنات. تقدروا تستعملوا نتوما اي نوع اخر بغيتو. شنو غديروا؟ غادي ديروا هاد جوج دانونات كتزيدوا عليهم هاد الفرماجه هادي راه كتجي البنات بحال شي بات وكتبقاو كتعجنوا في هاد الخليط هذا. من الاحسن البنات اما ديروا يجيكم بحال هكذا ولا ديروا شي عود ديال الخشب يعني باش هادشي ما يتفاعلش. من الاحسن ديروا شي حاجه اللي تكون ما كتحددش التفاعل اما الخشب اما البلاستيك وتخليوهم بحال هكذا تعجنوهم مزيان 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 حتى كتولي عندنا واحد البات اللي كتكون كتنشف يعني بمجرد ما ديروها تسناو عليها واحد شويه حتى فاش كدهنوها كتبدا كتنشف ومن بعد كتبداو تبرموها. كونوا على يقين من بعد فاش غادي ديروها غادي تجيكم غزاله. انا كنديرها من بعد القماش باش كاع داكشي اللي ما حيدوش ليا القماش كتحيدو ليا كيجي رائع البنات على ضمانتي. هاد الماسك هذا او هاد التبريمه هادي راها خطيره. ما تنساوش البنات فاش تخرجوا من الدوش تاخذوا معلقه تاع الجليسيرين مع معلقه ديال الحامض مع شي كريم مرطب عندكم كيف ما بيكون يكون الا كاين عندكم شي نوع ديال الكريم زوين ديروه. انا شخصيا كنستعمل واحد ديال افون سميتو افون كير على باز ديال الجليسيرين البنات هو اللي كنستعمل. الا كان عندكم استعملوه الا ما كانش عندكم ما تقدروا زعما استعملوا شي حاجه اخرى. ها نتوما البنات راه كيدير ب 10 دراهم ولا ما عرفت 15 درهم عند افون شتوها. ها نتوما هذه هي التبريمه البنات وكتخليوها بحال هكا حتى كتنشف وكتبداو تبرموها. هذه البنات راها خطيره باش تحيد لكم الاسمرار تاع البحر. انا جيت من اكادير جيت برونز ديال جاب بصح البنات فهذه بالنسبه ليا الحل الحل لا تعتقني من داك الاسمرار. فوالا البنات انا غادي ندخل نمشي ندير الدوش كنزرب البنات باش نمشي ندير الدوش ديالي ونعاودو نتلاقاو من بعد الدوش ان شاء الله. السلام عليكم البنات. يلا خرجت من الحمام درت تحمحيمه ديالتي البنات فعلا تركه جيت عليكم البنات كاملين. ما تنساوش دائما خذوا وقتكم وقت ما بيتو تدوشوا ولا بيتو ديروا لا دوش ديالكم ولا بيتو تمشوا للحمام عافاكم البنات خذوا وقتكم تهلاو في راسكم. العمر البنات ديز واحد المره تهلاو 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 في راسكم. انت فاش تكوني دابا تتفرجي فيا نوضي ديري ليك ماسك تهلاي ليا في وجهك تهلاي في راسك شعرك ما مقداش نوضي صوبيه. البنات تهلاو في راسكم الله يعطيكم الخير. دابا حطيت لهم البنات الكوتي هذه هي اللعيبه اللي كنت شريت من عند شوبينغ باي ساكنه. ها هو الشكل ديالها البنات صراحه زوينه وكدور بحال هكذا البنات نتمنى تكون باينه لكم شتوها. كتقدروا دوروها كيف ما نتوما بغيتو. حنا بريريت ديالها حتى هي البنات ما عرفتش علاش البنات هاد الصينيه هادي
بغيت نسولكم واش نتوما كطرا لكم طرات لكم ليها بحال هكا، ولا عندكم شي فكره البنات قولوها ليا. عافاكم في التعليقات لتحت. الصينيه كاملها بحال مشات منها الصباغه ولا كانوا هي صابغينها ولا الله اعلم. المهم كاملها تكجطات ليا من هنا. قولوا ليا البنات كيفاش زعما قديتو سوانيكم الا كانوا بحال هكا، زعما واش كاين ليهم شي حل. فوالا البنات هذه هي النظره الشامله ديال الطبله ديالتي. حطيت ياغورت الواحد، وهاد هاد البنات هاد اش كيقولوا لهم هاد لي كونفيتور اللي خديت من عندهم. هذا البنات شريته من عند بيم، كيجي بحال هكذا. نتمنى يكون باين لكم مزيان. هذا الطحينيه البنات صراحه المذاق بنين بزاف، جربوه انا بعدا عجبني. الناس فيه بحال مذاق ديال الشوكولات مع البندق. اون بليس دو سا البنات اللي دايرين ريجيم راه ما يليقش لكم، حيت انا دابا فاش بديت الريجيم ما بقيتش كناكلو، وليت كنخلي غير الزوج ديالي ياكلو. البنات اللي ما دايرينش الريجيم وبغاو لا بريز دو بوا كنصحكم به، لان دايرين فيه الطحين، دايرين فيه الزنجلان مطحون، دايرين فيه البندق مطحون، يعني نسبه الكالوري فيه عاليه بزاف. على هادشي البنات غادي نقول لكم سلامات، نعاودو نتلاقاو من هنا شويه في واحد لو جيني انيمي على حساب الخدمه ديال راجلي. دايرين لنا واحد لو جيني انيمي اللي غادي نمشيو نتفرجوا فيه. غادي نجيكم معايا بطبيعه الحال تشوفوا منه لقطات ونعاودو نتلاقاو. البنات عاد دخلنا من تيني انيمي صراحه طحتها
هكا هو البنات هادي تقريبا شي 3 ونص ديال الصباح، ما ساليناش بكري. كان داكشي زوين صراحة، كان زوين، كانوا امداح وكان كانوا سكيتشات. ما قدرتش نكمل لكم كل شيء لان ديت معايا غير التليفون وما كنتش مشارجيه بزاف، يعني دي شارجه ليا، ما ديتش معايا الكاميرا. عاد كنحشم مع البنات باش نصور كل شيء قدام الناس، خصوصا كاينين رجال كيدوزو، كاينين وليدات صغار، كاين بزاف ديال الحوايج. وفي الطبلة اللي انا كنت جالسة فيها كانوا معايا ناس اخرين، حشمت بزاف البنات، ما قدرتش ناس ما كن يعني ما كنتش كنعرفهم، يعني غير كانوا جالسين حدايا. فكنت كنحاول صورت لكم لقطات واخا غير بالزوم، يعني غير شوية شوية هكذا. نتمنى البنات يكون الفلوج ديال اليوم عجبكم، ونقول لكم تصبحوا على خير حتى الفيديو الجديد ان شاء الله. البنات عافاكم، دعموني باللايكات ديالكم، التشجيعات ديالكم، ما تنساوش تخلوا لي انواع وافكار ديال الفيديوهات اللي بغيتوني انني نديرهم لكم، لانني انا دائما كنحاول نبارطاجي معكم داك الشيء اللي انا كنعيشو بطريقتي انا، بستيلي انا، يعني ما كنحاولش نتصنع عليكم، ما كنحاولش نبين لكم شي حاجه وانا ما كايناش فيها. كنحاول الناس اللي كيعلقوا بزاف على هضرتي، والله البنات سولوا الاصدقاء ديالي، سولوا البنات اللي كيتلاقوا معايا، انا هضرتي بحال هكا دايره، يعني ماشي، والله العظيم كنحاول قدر المستطاع باش انني نبدل شويه في الهضره ديالتي، ولكن هذا ما كانتش اللي عطى الله. البنات هضرتي هي هذيك، البنات اللي كتجيهم هضرتي شويه غريبه او لمبعصه ولا ولا ولا، عفاكم غير سمحوا لي، والله البنات الا انا هكا كبرت هكا هضرتي، سمحوا لي بزاف بزاف. زعما كنحاول زعما بقدر الامكان انني نحاول نتاقلم معكم. بالحق البنات وبزاف ديال المتتبعات اللي كيتلاقاو معايا كيقولوها ليا، كيقول لي ما كناش كنتخيلوكي ظريفه بحال هكا، ما كناش كنتخيلوكي طيبه، لان زعما من طرف اللكنه ديالك وداكشي كان كي كنقولوا شي وحده شابه عياقه ولا ولا، بالعكس انت طيبه بزاف وظريفه. وكنتمنى ان البنات اللي تلاقاو معايا وقالوا هاد يخلوها لكم في التعليقات. كنبغيكم بزاف، حتى الفيديو جديد ان شاء الله. عافاكم البنات، دعموني بالسيبورت ديالكم بتشجيعاتكم، لانني كنحاول نقدم لكم محتوى هادف، ما كنحاولش ندير فيديوهات غير دايزين هكذاك، لا، كنحاول ان اللي خرجت من لا فيديو ديالي تخرج باستفاده. تاني حاجه بالنسبه للبنات اللي غيقولوا كديري اشارات وداكشي، انا ما كنديرش اشارات، القناه ديالي يلاه باديه، وحتى من هنا لقدام ما كنظنش انني غادي نبقى نبارطاجي معاكم، ما كنظنش نهائيا، ماشي ما كنقدرش نظن، ما كنظنش نهائيا انني مجرد واحد شويه ديال الفلوس يقدروا يغيروا وجهه رايي في واحد المنتج، يعني الا كان زوين زوين، الا كان خايب خايب، هذا هو الصح ولله نقولوه، ما نتفلاوش على بعضياتنا. يلاه البنات راجلي راه نعس، نوبتي حتى انا باش نمشي نعس، لان الوليدات نعستهم كلشي كاو كاو كاو. نمشيو طل فيديو جديد وروتين جديد، ما عاديش